السلام عليكم، تفضل سائرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الكريم وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد، Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT di atas kurniaan pertemuan pada hari yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan Sahih Al-Imam Muslim. Dan semalam kita telah berada di dalam باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة. Dan hari ini kita akan membaca lanjutan hadis dalam bab ini, iaitu bermula pada hadis yang awalannya adalah وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي. Ha, betul sahaja eh? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Isnadina al-mutasi ila Sayyidina al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anna Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa kurra'i sahihihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qal wa haddathana ibn Numayr qala haddathana Ya'qub ibn Ibrahim qala haddathana Abi ح قال وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليها السلام سألت أبا بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستة أشهر وكانت فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام تسأل أبا بكر رضي الله عنه نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة. فأبى أبو بكر رضي الله تعالى عنه عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر رضي الله تعالى عنه إلى علي وعباس رضي الله عنهما وعليهما السلام، فغلبه عليها علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه عليه السلام. وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر رضي الله عنه وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم. وعن أبيه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى ابن أبي عمر ولا ابن
ابن ابي عمر تمام. وعن ابي قال حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد بهذا الاسناد نحوه. وعن ابي قال وحدثني ابن ابي خلف قال حدثنا زكريا ابن عدي قال اخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه. باب كيفيه قسمه الغنيمه بين الحاضرين. وعن به قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم قال يحيى اخبرنا سليم بن بل قال يحيى اخبرنا سليم بن اخضر عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قسم بالنفل للفرس سهمين وللرجل سهما بفتح الفاء يا اخي نفل تمام. وعن ابي قال حدثناه ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله بهذا الاسناد مثله ولم يذكر في النفل. باب الامداد بالملائكه في غزوه بدر واباحه الغنائم. وعن ابي قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن عكرمه بن عمار قال حدثني سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر ح قال وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل هو سماك الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 319 رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. مسكاني كذاك مناشدتك. كذاك. اسمي كفاك. طيب. وقال يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك. وفي نسخة وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك. فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل فحدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم فنظر إلى المشرك أمامه فقرأ مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمع.
فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ 70 وَأَسَرُوا 70. قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما ترون في هؤلاء الأسارى فقال أبو بكر رضي الله عنه يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترى يا ابن الخطاب قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر رضي الله عنه ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه ولم يهوى ما قلت فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم. Silakan Sayu. بسم الله الرحمن الرحيم وبه إليه قال باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. وعنه بي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير إن تقتل ذا دم وإن تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة قال ما قلت لك إن تنعم على شاكر وإن تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان من الغد فقال ماذا عندك يا ثمامة فقال عندي ما قلت لك إن تنعم على شاكر وإن تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا محمد والله
ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى فبشره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت فقال لا ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنه أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثني عبد الحميد بن جعفر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيلا له نحو أرض نجد فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه سيد أهل اليمامة وساق الحديث بمثل حديث الليث إلا أنه قال إن تقتلني تقتل ذا دم باب إجلاء اليهود من الحجاز وعنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال انطلقوا إلى اليهود فخرجنا معه حتى جئناهم سجو dan sekarang nak intaliku ila yahuda صح ila yahuda طيب فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم Sejuk rasanya cara bacanya Dalika urid Aslimu taslam Taib Taib Jazakallah khair Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dalika urid Aslimu taslamu Faqalu qad ballaghta ya Abul Qasim Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Dalika urid Faqala lahum al-thalithah فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله وعنه قال وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال ابن رافع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني النضير بل فأجلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين
إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة. وعنه أبي قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد هذا الحديث وحديث ابن جريج أكثر وأتم. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وعنه أبي قال وحدثني سجو. نعم نسخة سجو وحديث ابنك وحديث ابني وحديث ابن جريج وحديث ابن جريج سابق لك النسخة في بلئ سكي وحديث ابن جريج أكثر وأتم خير إن شاء الله. طيب باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وعنه بي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج حا قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وعنه بي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال أخبرنا سفيان الثوري حا قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. أكتفي بهذا وبالله التوفيق. طيب الحمد لله kita bersyukur pada Allah dengan keizinan daripada Allah kita dapat selesai membaca hadis pada hari ini dan dalam beberapa bab dan hari dan keesokan hari insya-Allah. Esokan hari kita tengok balik sebab saya esok bermusafir Kalau ikut-ikutnya tak sempat tu Ustaz Ju Kalau ikutnya memang tak sempat sebab perjalanan daripada Kuala Kangsar ke Tapah Road tu mengambil masa. So besok kita cuti dulu Ustaz Ju boleh? Khair. Kita akan bertemu semula pada hari Selasa insya-Allah dalam pembacaan bab yang seterusnya iaitu babu jawazi qitali man naqadal ahda wa jawazi inzali ahli al-hisni ala hukmi hakimin adlin ahlin lil hukmi insyaallah. Terima kasih kepada Ustaz Juzali dan juga kepada semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah khairan katsiran.